مسا مسا على كل وشاء دحيح الأفلاك. تخيل كده يا حبيبي أخوك إن في كائنات فضائية هجمت الكوكب، أكيد هتقول كده كده هنموت مش فرق، بس تخيل بقى إنك قدرت تطردهم من كوكبك وتفوز عليهم في معركة مرعبة، أكيد هتبقى مبسوط وآخر حلاوة. بس لازم برضو في نفس الوقت تعمل حسابك إنهم ممكن يرجعوا التاني، ولما يرجعوا لازم تكون عامل حسابك كويس قوي ومستعد ليهم زي بالظبط أبطال فيلم بيسيفيك ريم أبراسي، واحد من أفلام الفانتازيا والخيال العلمي اللي صدرت سنة 2018. وبيبدا بيجيك اللي بيقول لك يا سيدي ان الجيل بتاعه اتولد في عز الحرب بين كائنات غريبه جايه من فجوه في وسط المحيط الهادئ، والكائنات دي اللي بعتها نوع تاني من المخلوقات اسمهم السلايف، واحنا بدانا نحاربهم بحاجه اخترعناها اسمها جاي. وابويا مات علشان ينقذ العالم في الجزء الاول من الفيلم، بس الله يرحمه انا ما طلعتش ليه، انا بعد الحرب ما خلصت بعشر سنين بقيت زي ما انتم شايفين كده عايش اسكر اقعد مع النسوان بس. المدن الساحلية بعد الحرب بقت في ذمة الله وبايظة خالص، ومحدش كان عايش فيها غير الصيع والاشكال اللي زيي والمجرمين، وهو تعيش في فيلا زي دي احسن ما تدفع ايجار شقة. بس طبعا كانت منطقة خطر ولازم تبقى عيل مصحصح كده لا يتسرق منك اكلك او شربك او انت نفسك تتخطف، والحكومة كانت سايبانا بقى نعمل اللي نعمله مش مهم، بس اهم حاجة ما نتدخلش في اللي ما يخصناش زي مقلب زبالة الجاي، لان كان في ناس مجانين بتحاول تبني الجايغر الخاص بيها، فلو قربت علشان تسرق حاجه وسرقت حاجه غيرك معرفش يسرقها هتبقى غني جدا. وبعدين بنشوف جيك في مقلب الزباله وهو بيحاول يسرق مع مجموعه من المجرمين قطعه مهمه جدا، وبعد ما وصلها قال لهم دي مشحونه ومية مية كمان، وبعدين ظهر حد في ثواني وخدها، واللي معاه بيقولوا له انت بتشتغلنا ولا ايه؟ احنا اصلا مش واثقين فيك، انت سرقت واحد صاحبنا لواحد تاني، وبعدين سرقت التاني ده لواحد تاني، وبعدين سرقتنا اصلا قبل كده. قال لهم دلوقتي بسرق ليكم اهو وهي ماشيه. قال لهم ماشي، بس احنا عايزين القطعه اللي اختفت دلوقتي بدل ما نقتلك. ولسه هيقتلوه راح جاري وقافل عليه، وفي وسط القصه دي كلها برضه عرفوا يلحقوه في الاخر لما لقوا قدامه باب سد، وراح فاتح باب من جنبه اتفتح لتحت وبلعهم كلهم. وجيك بيقول لهم بالهنا والشفاء، وبعدين بيسيبهم ويخرج ويحاول يتتبع اثار اللي سرق منه القطعه، وبيوصل لهانجر قريب من المكان اللي هو فيه، وبيحس انه مش مكان عشوائي، ده معمل او حد عايش هنا وبيخطط لحاجه من زمان، وبيظهر اللي سرق منه القطعه وجيك بيضربه بسهوله علشان يعرف بعدها انه بنتي الصغيره واسمها قمر، وزعل من نفسه ان بنتي زي دي سرقته وقالت له انها بتبني الجيغر بتاعها من زمان. قال لها طب هاتي القطعه علشان امشي بقى، قالت له لا انا محتاجاها علشان اشغله. وبعدين بتسمع صوت البوليس وبتقول له يا نهار ازرق انت جبتهم مراد، وبتركب وتحط القطعه مكانها علشان الجيغر يشتغل. وبعدين بيقول لها انزلي هتودينا في داهيه باللعبه دي، قالت له دي مش لعبه ده سكرابر الجيغر بتاعي وانا اللي بنياه بايدي. وبتخرج علشان يهربوا من المكان اللي هم فيه، وبيلاقوا جايغر ضخم بره بيقول لهم انه من قوات الدفاع عن المحيط الهادئ، ولازم ينزلوا من الجايغر دلوقتي ويسلموا نفسهم. وبعدين بنشوفها بتجري بسكرابر بره وبتحاول تهرب من الحارس الضخم، وبعدين بتقدر تغفله وتهرب. وجيك بيقول لها يا نهار ازرق يا بنت اللعيبه ده من اقوى الجايغر اللي اتبنت في التاريخ، ازاي قدرتي تتغلبي عليه بسرعه كده؟ وبتعمل نفسها كوره وبتجري وتستخبى وسط مبنى من المباني علشان بعدها الحارس يعرف مكانها ويحاول يمسكها. وبعدين جيك بيقول لها البطاريات الايونيه دي مهمه، قالت له طبعا، قال لها انا محتاج واحده بس، قالت له مش هيشتغل من غير الاثنين كتير، قال لها مش مهم بس نهرب الاول. وبعدين بياخد واحده وبيقول لها تطلع على راس الحارس، واول ما بتطلع على راس الحارس بيغبطوا بيها علشان يتشل خالص عن الحركه، بس طاقه سكرابر بتقل جامد وبيحاولوا يكملوا جري من الحارس، وطاقتهم بتقل لحد ما بيمسكهم بالحبل بتاع الطاقه ويشل حركتهم وبيقعدوا في السجن. وبيقول لها ايه اللي خلاكي تعملي كده؟ قالت له منك للعبه وسط اللي ببنيه بقالي سنين. قال لها وبتبنيه ليه اصلا؟ قالت له علشان السلايف راجعين، ولما يرجعوا مش عايزه حد يدافع عني ولا استنى ده يحصل، واكون مستعدة ودافع عن نفسي. وبعدين بنشوف جيك بيتكلم مع صورة الكترونية من اخته ماكو، وبتقول له بدل ما تتحبس انا وصلت لاتفاق حلو قوي معاهم هنا، اننا هنرجعك القاعدة العسكرية. قال انا كبرت قوي اني ابقى مبتدئ. قالت له مبتدئ ليه؟ انت هتروح هناك وتبقى جوال وتدرب اللي هناك ويا كده يا الحبس. وبياخدوه وامر على هناك وبتقول له مش المفروض نتحبس؟ قال لها لا انت بنيتي الجيغر
الخاص بيكي وسواتي وهنا بيعجبهم الكلام ده. وبعدين بيقابلوا نيتو بيندا جيك باسم ابوه ويا مره بتقول له يا نهار ازرق انت ابن البطل المغوار اللي انقذنا كلنا. وبعدين نيت بيقول له انا بقيت رتبه اعلى منك هنا انت مجرد جوال وانا مش بحب، فيا ريت تعرف مقامك كويس، انت هتساعدني في تدريب الطيارين لحد ما نلاقي بديل لي. وبالله موزه كانوا بيتخانقوا عليها وهي جايه تسلم على جيك وبتهزر معاه وهو بيلاحظ انها منجذبه اكتر لنيت. وبعدين بنشوف انبهار اماره بالاستول بتاع الجايغر اللي عارفاهم واحد واحد وعارفه كل واحد بيحتاج جواه كام طيار وايه مميزاته، وبتخش علشان المتدربين يرحبوا بالجوال بتاعهم الجديد وبيمشوا بيسيبوا اماره معاهم وبيقولوا الحمد لله هيدربنا ابن بطل العالم، ده هيبقى تدريب مفيد ومش هيجي زيه تاني. وبعدين بنشوف واحده شقره مش مبسوطه بتواجد اماره هنا وبتقول لها انت لميتي زباله وخرده وسوقتيها، بس المكان هنا للطيارين بتوع الجايغر مش للي بيلموا خرده واللي جايين من الشارع. وبعدين بيجي واحد اسيوي ويقول لها تعالي سيبك منها انا هساعدك. وبعدين بيقول لها البت اللي هناك دي اسمها يان، بس ده اختصار بشكل ما لاسم فيكتوريا، بس هو تغلطي وتقولي لها فيكتوريا ها. وفي بنت تانية بتقول لها اصلها امتحنت امتحان القبول 3 مرات علشان يقبلوها هنا ومتضايقه انك داخله على طول، قالت لها احنا مش بيجوا عندنا والله لو بيجوا هخش. وبعدين قالوا لها سيبك منها اهلا بيكي عمت، علشان بعدها نشوف نيت بيختبر اماره ومتضايق منها وبيقول لها انت مش عارفه حربي ولا هتعرفي وشكلهم نفخوكي وفخموا فيكي زياده عن اللازم. وبيجي جيكو بيقول له دي مبتدئه واول مره تعمل كده وانت جاي تدربها على حاجات الناس المحترفه اصلا مش شاطره فيها، لو متضايق مني براحتك عادي، بس البت ملهاش دعوه تدخلها في الحوارات دي، كف عليها واديها فرصه. وبنشوف فيكتوريا وهي فرحانه فيها وبتتريق عليها علشان نيت يقول لهم حد يخش يوري اماره اللي المفروض يتعمل ايه. وبعدين بنشوف جيك بيروح التلاجه يجيب له اي حاجة يأكلها وقال احلى حاجة هنا ان الاكل ببلاش، ولقى نيت وراه بيقول له هاتلي معاك ايس كريم وبدأ جيك يحط اضافة ويحط مكسرات وكريمة وبسكوت. ونيت بيقول له كفاية هو مال سايب، قال له مش ببلاش انت ملك يا عم، بقول لك ايه بقى انا دماغي وجعان. نيت قال له عايزين نطلع جيل كويس من الطيارين وده هيبقى صعب لو ما تعاونتش معايا، قال له بسيطة انت اقف وقول لهم اي كلام عسكري انت عايزه وانا ههز راسي واقول موافق لحد ما يخلصوا يتخرجوا ويبقوا طيارين وامشي بقى. قال له ما تستعجلش شكلك هتمشي بدري عن كده بسبب نظام شركة شاو الجديد، عاملين نظام طيران آلي جديد هيعرضوه في مؤتمر قريب هيتعمل وده هيضر بينا احنا، عايزك تقول رأيك فيه علشان هيكون مهم، واظن انك مش هتحب ان يبقى فيه طيارين آليين اللي بيدافعوا عنا لما الكايجو ييجوا تاني والسلايف يبعتوهم. قال له ماشي هفكر. وبعدين بنشوف شو هي جايه ومعاها نيوتن اللي كان بيساعد غوتليب الاعرج في المختبر وقرر يبقى مع شاو. وبعدين الاعرج بيقول له تعالى ساعدني في حاجه في المختبر. وبعدين بيقول له انه لما درس ماده من الكايجو وحطها من البركان عملت مواد نادره وغريبه ومعرفش ده ممكن يكون ليه علاقه بالسبب بتاع تواجد الكايجو هنا ولا لا. قال له انت ليه شاغل بالك بالكلام ده كله يا اخويا، ما الحرب خلصت من 10 سنين، وبعدين حتى لو الحرب رجعت ما تشغلش دماغك، مشروع الشاو بتاع الطيارين الاليين هيبقى جاهز في وقت قريب. وبعدين بنشوف الشاو بتقول لنيوتن ما تتكلمش مع حد تاني بدون اذني علشان ما ابداش اشك فيك وفي ولائك ليا وللمشروع بتاعنا. وبعدين بيقول لها انا ده انا حتى بتعلم الصينيه علشان ابقى متفاهم معاكي اكتر. وبعدين بنشوف شاو وهي واقفه بتشرح مشروعها وبتقول ان انتشار الطيارين الاليين هيكون اسرع بكتير وقوي جدا، وغير كده مش هنقعد بقى نرجع ندور على طيارين وندربهم ونخش في المواويل دي تاني، وممكن الطيارين تشتغل من مكاتبهم وتتحكم في الاليين. بس بيطردوا بيقولوا انهم مش موظفين مكاتب وانهم طيارين ومكانهم ارض المعركه. والواد جيك بينزل يمشي وماكو اخته بتحصله علشان تتكلم معاه وبتقول له انت مشيت ليه؟ قال لها رايي مش هيعجبهم. قالت له هل انا رايي هيعجبهم برضه وخايف، انا مش مؤمنه بالتكنولوجيا وخايفه منها جدا. قال لها ايوه ممكن النظام الالي ده يتم اختراقه او تخريبه باي شكل من الاشكال، وبعدين انت مالك ومالهم ما تقولي رايك بصراحه واللي عاجبه اهلا وسهلا واللي مش عاجبه يتحرق. قالت له افكر. قال لها عامه قولي وانا هدعمك كده كده مع اني عايز الطيارين الاليين علشان اخرج بسرعه وبطل تدريب.
تدريب للعيال دي، وبعدين بيطل لنا معايا كده مستندات وحاجات مهمة هعرضها في القمة اللي هتتعمل دي وتغير رأيهم ان شاء الله. اما حاجة بقى انك تساعدني وتساعد الواد نيت في قيادة الجيغر بتاعه. وبعدين بيقول لها ماشي، وبنشوف مكان القمة والجيغر بيتم نقلهم، ونيت وجيك جوه واحد منهم، وبعدين بنشوف شاو برضو وهي راحة هنا، وبعدها بنشوف ماكو في الهليكوبتر في الطريق لهناك، وفجأة بنلاقي جيغر طلع من تحت المية في سيدني ما نعرفش جه منين، وبدأ يهاجم الجيغر اللي فيه الثنائي وهم يحاولوا يتعاملوا معاه، بس مفيش. كان معاه أسلحة فتاكة وشكله جديد، واللي بيسوم متحكم فيه بشكل كبير جدا ومش عارفين يتغلبوا عليه، وكان مستهدف الطيارة بتاعت ماكو. وفي وسط المعركة وبعد كل الخراب اللي عمله الجيغر اللي بيهاجمهم ده أصاب الطيارة، وبعدين بنشوف جيك بيلمح الطيارة وهي مصابة وقتها من فوق، وبيحاول يجري عليها علشان ينقذ أخته اللي هتموت، بس مش بيلحقها والطيارة بتنفجر. وبالله باقي الجيغر جايين في السكة، بس أول لما اللي بيهاجم بيشوفهم بيهرب تاني تحت المية زي ما جه. وبنشوف جيك وهو نازل من الجيغر اللي كان بيسوقه علشان يروح يطمن على اخته اللي مات، وبعدها بنشوفه في القاعدة وهو بيتفرج على صورة اخته وهي محطوطة وسط صور الشهداء جنب صورة ابوه، وهو متضايق ومش مصدق. وبعدين بيلاقي مارا واقفة متضايقة وبتتدرب لوحدها بره ساعات التدريب، وبتقول له مش عارفة اسوق كويس ولا الف بالجيغر. قال لها علشان الارتباط الحسي بينك وبينه ضعيف، لازم تركزي كويس، تعالي انا اساعدك ونخش مع بعض نسوقه ونشوف جاي منك ايه. قالت له بجد مش صعب عليك في الحالة دي؟ قال لها ما لازم بقى علشان الفيلم يمشي هنعمل ايه؟ اكل العيش. وبيلبس الخوذة وبيبدأوا علشان بعدها نشوف جيك وهو بيمر عليه ذكريات كتير تخصه، وبعدين بنشوفهم هما الاتنين في الذكريات بتاعت امارة وهي الصغيرة على الشط في رحلة مع عيلتها، وبيقول لهم هاتوا انا صوركم، وبنشوف جيك عمال ينده عليها ويحاول يبعدها من انها تروح مع الذكرى وتتحشر او تتضر، وبنشوفها مش عارفة تخرج من الذكرى وبتشوف اهلها واقفين، علشان في لحظة واحدة نلاقي وحش كايجو خرج من البحر قدامهم وقتل عيلتها في ثانية قدامها وهي بتصرخ وتعيط، وبتفتكر ازاي كل حاجة بدأت وقتها، وبعدين بتخرج من الذكرى وهي بتعيط وبتصرخ، وجيك بيحاول يهديها وبيقول لها تعيد المحاولة مرة تانية بعدين لما تفوق وتحاول تركز ما تتشغلش مع ذكرياتها، وبيروح مع بوتليب الأعرج وهو بيلوم ان ماكو كان معاها بيانات جاية بيها مهمة، بس للأسف اتدمرت وهي جاية بسبب الانفجار اللي ماتت فيه، بس لسه في منها جزء. هو مشوش وملخبط بس موجود، ممكن نحاول نشوف ايه هو او نكون منه اي شرط مفيد. ادوني وقت يعني وهشوف هعرف اعمل ايه. وبعدين بنشوف شركة شاو وصاحبتها بتقول ان الهجوم اللي حصل قدام العالم كله ده كان في مصلحتنا، واثبت اننا محتاجين سرعة في الاداء وانتشار اكبر للطيارين الاليين، وكلها مسألة وقت وكل العالم يبقى فيه الاختراع بتاعه. وبعدين بنشوف نيوتن بيقول له والله يا رئيسة انا متحمس ومتأكد اننا هنكسر الدنيا ومعاكي في اننا ننجز في نشر الاختبار بتاعنا. قالت له لسه اول ما الاختبارات تخلص بس. وبعدين بنشوفه هو داخل شقته مبسوط وبيقول ان اليوم كان مجنون والهجوم اللي حصل في سيدني كان صعب جدا بس كان لطيف برضه. وبعدين بنشوفه بيتكلم مع واحد من السلايف وبنعرف انه مخبي واحد منهم في بيته محدش عارف. وبعدين بنشوف الطيارين بيقولوا سمعت انهم هيبقلشونا ويرجعونا مكاننا. وبعدين الشارة بتقول لأمارة ابسطي هترجعي للشارع اللي جايه منه. قالت لها بقول لك يا فيكتوريا لمي نفسي. قالت لها ايه؟ قالت لها يا فيكتوريا لمي نفسي. وبعدين بنشوف الشقرة نزلت وبتقول لها بقول لك ايه انا جايه من بيئة محترمة وجايباها من تحت، مش كيس زبالة زي الجاي من الشارع هياخد مكان. وبعدين أمارة تمسكها تقلبها في الأرض وبتقول لها ايه رأيك بقى؟ عارفة بقى اني اتعلمت الحركة دي في الشارع يا رخيصة. وبعدين بيدخل نيت ويقول لهم ايه هنهزر ولا ايه؟ احنا هنا علشان نشتغل. ما كل ماتت دي كانت بتقول ان كل اللي هنا لازم يكونوا اسرة علشان نعرف نطلع احسن نات. الخناق مش مسموح يا كلاب. وكان جيك بيسمع الكلام ده وفرحان من كلام نيت على اخته. وبعدين المزة بتيجي وتقول له هو ونيت ان غوتليب اكتشف حاجة وعايز يشوفه. وبيقول لهم ان اللي كان مع ماكو ده مش معلومات، ده مكان معزول ومهجور في وسط سيبيريا بس ما نعرفش فيه ايه هناك. وبيروح هناك هما الاتنين جوه الجاي علشان يكتشفوا ان فيه هجوم بيحصل عليهم من ورا، ويدمر المكان قبل ما يدخلوه ويعرفوا ان اللي جاي هاجمهم ده نفس الجيغر اللي هاجمهم قبل كده. وهنا بقى جيك بيقوم وبيبقى موضوع شخصي وعايز ينتقم من الجيغر ده واللي بيسوقوه علشان خاطر اخته، وبيبدا يتحد مع نيت علشان يعملوا مناورات زمان وهم متناغمين جدا، وبيبداوا يهاجموا الجيغر
الشايغر داو والضربة منهم على الضربة منه، بس هم كانوا مركزين اكتر المرة دي ويقدروا يرقدوه على الارض. وبعدين بيطلب نت منهم انهم يستسلموا ويخرجوا بره كابينة القيادة، بس بعدها جيك بيجري ويروح خلق القناع عن راس الجاي علشان يلاقوا حاجة مش متوقعة، يلاقوا واحدة من السلايف جوه وبياخدوا للمعمل. وبعدين غوتلي بيقول لهم الكلام ده مش طبيعي، دي مش طبيعتهم، ده في جينات متعدلة وملعوب فيها من ساعة الحرب يا جماعة، في بشر هم اللي عملوا الموضوع ده. وبعدين بيقول لهم لو كان حاجة طبيعية وده من السلايف كان زماننا كشفناه على طول، بس هو مش زيهم بنسبة 100%. وبعدين بنشوف أمارة وهي بتقنع صحابها يدخلوا الجيغر اللي واقع ويشوفوا، وبيحاولوا يبعدوا ويحذروها ان ده خطر، بس ما بتسمعش الكلام وتدخل معاهم جوه. بتقول مش معقول ده متصل بكل حاجة هنا، علشان كده كان قادر يتحكم فيه كويس قوي. وبعدين في سائل بيقع على ايد واحد صاحبها وبيحرقه وبيطلبوا الاسعاف بسرعة، علشان بعدها نشوفها في اوضة ونشوف جيك بيقول لها صاحبك كويس الحمد لله، بس انت كده بره البرنامج وهيرجعوكي مكانك تاني، بس انت شاطرة انا مش عايزك تتضايقي او تحسي باي حاجة غلط. قالت انت شكلك حاسس بيا، انت اتطردت ليه صح؟ قال انا في يوم ابويا اتريق عليا فسبته وركبت الجايغر من دول. قالت له عملت بيه مصيبة ولا ايه؟ قال لها ملحقتش اعمل بيه حاجة واغمى عليا، وابويا مسكني عمل معايا الصح وضربني وقطعته لحد ما اقدر اثبت له اني صح، بس مات بعدها بسنة ولا لحقت اثبت له ولا حاجة. وبعدين كان قايم يمشي، بس بتقول له خلي بالك يا رجولة ان اللي جوه الجايغر ده كان لفة بشر ومفيش حد بيلف الاسلاك كده خالص غير شركة شاو للصناعات الالكترونية. قال لها الكلام ده خطير، انت متأكدة منه؟ قالت له ايوه يا عم عيب عليك. وبعدين بنشوفه بيقول لي غوتليب والنت اللي اكتشفه، بس قالوا له ده مش كفاية علشان نربط بين شاو والجايغر اللي هاجمنا. وبعدين بيقولوا لغوتليب طب ما تروح يا اسطى وتقول لنيوتن وتعرف منه اللي بيحصل، بس في السكرتة ها؟ قال لهم يا اخيرا هتودوني مهمة، اعتبروا المعلومات اللي عند نيوتن في الجي. وبعدين بنشوف شركة شاو وصاحبتها بتقول للامن عايزاكم تفتحوا عينكم كويس وتراقبوا نيوتن، واي جديد تبلغوني بيه انا هكون في مكتبي ان شاء الله. وبعدين بنشوف امارة وهي بتودع زمايلها، والشارة بتقول لها الجايغر الجديد اللي هتصنعيه هجربه وهسوقه، ها هستناكي ترجعي تاني. وبعدين بنشوف نيوتن بيحتفل بوصول نسبة المشروع ل 100% من الجاهزية، وبنشوف واحد من الطيارين بيقول انه فقد السيطرة على الجايغر بتاعه، والجايغر ده كان رايح مع واحد تاني ناحية القاعدة اللي فيها جيك والصحبة الكريمة. وبعدين بنشوف الاتنين بدأوا يتحولوا لحاجة بين الجايغر والكايج، وبيهاجموا القاعدة ويضربوا صواريخ ورصاص عليها. وهنا بنشوف غوتليب وهو بيتكلم مع نيوتن وبيقول له انا عايزك تساعدني في انقاذ العالم بدل ما انت سايب شو دي تسرق ابحاثك وتستغلك في تحقيق النجاح. قال له ماشي ساعدني اعمل كده. وبعدين بنشوف امارة في القاعدة وهي راجعة هي والطيارين على الجايغر علشان يلحقوا اللي ينفع يتلحق وينقذوا المكان. وبنرجع تاني لغوتليب ونيوتن في المكان وهم بيضربوا الحراس ويهربوا منهم ويروحوا ناحية المعمل علشان ينقذوا القاعدة والعالم من اللي بيحصل ده. ونشوف نيوتن بيعمل حاجة في الاجهزة وغوتليب بيقول له بتعمل ايه؟ قال له انا كنت حاطط برنامج ثانوي على الاجهزة كده علشان اقدر استخدمه لو حصل اي مصيبة من المصايب دي. قال له يا ابن الحرام ذكي برضو انت. وبعدين بنشوف نيوتن بيطلق جايغر من الاشرار في كل مكان في المحيط الهادئ ويبدأ يصنع حفر في عمق المحيط زي اللي خرج منها الكايجو زمان، وبيقول له غوتليب ان كده هينجح في تنفيذ اللي بيخطط له بقاله 10 سنين وهو نشر الكايجو في العالم. وبنعرف ان في الجزء الاول وهم بيتحكموا في الكايجو قدر يتحكم ويدخل في عقل وجسم نيوتن، وكان بيخطط لكل ده من زمان، وكان هيقتل نيوتن اللي بيحاول يتكلم معاه ويصحي ضميره او يخليه ما يسلمش دماغه للكائن اللي جوه جسمه. وبعدين بنشوف شاو دخلت وبتقول له مش هسيبك تهد مشروعي ده، وبنعرف انها غلبانه وما كانتش بتعرف اللي بيحصل ده. ونيوتن قال لها الناس سلمت له مشروعها لفتره كانت كافيه انه يحط اللي هو عايزه. وبعدين بيخرج بره ويهرب، وبنشوف غوتليب وهو بيتكلم مع جيك ونيت وبيقول لهم اللي بيحصل وبيقولوا له ينجز ويشوف حل والا كلهم هيموتوا هنا والناس كمان حوالين العالم هتموت. وبيحاول غوتليب والشاو وهم بيحاولوا يلعبوا في نظام الاليين ويوقفوهم او يفجروهم، وقدروا فعلا في الاخر يشلوا كل حركتهم وده ساعد في انقاذ اللي في القاعده. وبالنسبه للي بيعملوا الحفر في المحيط وقفوا برضه، والحفر اتقفلت على الكايجو اللي خرج نص جسمه بره الحفره ومات في ساعتها. وجيكو نيت بيطلبوا من اماره وغيرهم يساعدوهم في تصليح الجايغر اللي باظوا من الهجوم ده. وبعدين بيجي غوتليب مع شاو معاهم طيارات مليانه بالجنود الاليين علشان يساعدوا في التصليح
الادوات ومعدات برد. وبعدين بنعرف ان في 3 من الكايجو قدروا يخرجوا من الحفر قبل ما يتم قفلهم، وبنعرف انهم كبار، وبيقولوا ان الغرض من خروجهم مش معروف، بس لما تحدد اماكنهم وخط سيرهم وتقارنوه كمان باللي حصل من 10 سنين هنعرف انهم متواجدين لجبل فوجي في اليابان. بس محدش عارف السبب، وغوتليب بيقول لهم ان المعادن المتوفره في جبل فوجي نادر، ولما تختلط مع دمهم ده هيفرقع ويحصل تفاعلات ضخمه ومميته وهتغرق الكوكب كله، وكل البشر يموتوا والكوكب يبقى مجهز بالمناخ الجديد بتاعه علشان يستقبل السلايف ويعيشوا عليه. وبيقولوا انهم لازم يصلحوا الجيغر علشان يمنعوا الكلام ده من انه يحصل، وبيستعينوا بغوتليب واماره وغيرهم. وبعدين بيقولوا ان الطيارين الجداد بدل اللي ماتوا في الهجوم هيكونوا المبتدئين، وجيك بيخش يديهم محاضره من بتوع ابوه ويقول لهم ان ده وقتهم ودورهم علشان يعملوا فرق وينقذوا الارض. وبعدين بيركبوا كلهم الجيغر الضخمه اللي صلحت وتعمل عليها تعديلات ويتحركوا بيها ناحيه اليابان اللي بيكون فيها الثلاثه كايجو وكمان نيوتن هناك، وبيبداوا يضربوهم ويهاجموهم والعماير والمباني بتتدمر حواليه، بس هم عادي، اهم حاجه الفيلم يكمل يعني. وبعد ما خلصوا ضرب شويه من هنا وشويه من هنا، نيوتن بيخلي كل الصراصير الالكترونيه بتاعته تروح وتساعد الكايجو، بس ابطالنا كانوا رجاله وقدروا يمنعوا الكلام ده وقدروا يقتلوا 2 من الكايجو. بس المشكله كانت خلاص ان الكايغر طاقتها بتروح في ده، لدرجه ان اكبر واحد فيهم اللي كان بيسوقه اماره واتنين كمان اتضرر جامد، وفي كايجو مسك لف بيه لفه بنتي حرام دمروا موت واحد من الثلاثه اللي جوه، والبنت اماره وصاحبتها خرجوا من الجيغر بسرعه قبل ما يفرقع. وبعدين بنشوف الجيغر بتاع جيك ونيت يتصاب ويتضرب، ونيت ما بقاش قادر يتحرك ووقع، وجيك مش هيقدر خالص يتحرك بالجيغر لوحده، لازم حد يساعده. وهنا اماره بتقول له هاجي اساعدك، قال لها لا بلاش، قالت له انا مش بستاذن انا بقول لك، وبتجري وبيرفعها علشان تدخل الكابينه معاه، وبيمشوا نيت وتكمل هي، وبيقولوا ان الطاقه اللي موجوده مش كفايه للحرب، والكايجو مش هيقف، قالوا خلاص احنا نستخدم شويه الطاقه اللي فاضله والصاروخ اللي معانا في اننا نطلع بيهم لاقصى ارتفاع وننزل من فوق على الكايجو. قالوا لهم بس هتخرجوا ازاي؟ قالوا لهم هنستخدم كابينه العزل ونهرب قبل ما يقع، وسكرابر بيساعدهم، وكانت شاو سيئه، وبتطلع معاهم لفوق، ولسه وهم نازلين بيكتشفوا ان كابينه العزل بايظه وانهم هيموتوا فداء للوطن، بس سكرابر بينقذهم ويقع بيهم. وفي الوقت ده بيقع الجيغر الكبير على الكايجو قبل ما يرمي نفسه في بركان جبل فوجي، والحمد لله الكابوس بينتهي وبينقذوا العالم. ولسه نيوتن هيتحرك راح نيت ضربه وموقعه وقبضوا عليه، وبتقعد مره تهزر مع جيك وتقول له انها الحمد لله انقذت العالم وارضت غرورها وتفوقت عليه، وبيقعدوا يضربوا بعض بالثلج ويلعبوا. وبنشوف بعدها نيوتن وهو مقبوض عليه، وبيقول لهم كل اللي بتعملوه ده ملوش اي 30 لازم، احنا موجودين وعمرنا ما هنختفي او نبطل محاولة، وهي الوقت اللي نتغلب عليكم فيه وناخد منكم كوكبكم، الصبر بس. قال له ماشي، وراح قافل عليه علشان ينهي الفيلم عند النقطة دي.